إذن مشاهدينا نبدأ معكم أولى محطاتنا الحوارية إن شاء الله راح تكون مع الأستاذ فيصل دويس أمين سر مجلس الإدارة بالهيئة العامة للشباب. حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا. الله يحييك سادة ومشكورين على هذه الاستضافة. مساءك بالخير فيصل، أكيد راح نستكمل حديثنا وحوارنا معك وراح نبدي لكن من بعد مشاهدة هذا التقرير. حياك الله فيصل معنا. يعني ودنا نتكلم عن حرص الهيئة العامة للشباب على الاهتمام بالشباب في كل المجالات، نقدر نقول في المجال الفني وفي المجال الإعلامي، والدليل على هذا اليوم قاعد تستضيف المنتدى العلمي للفنون والإعلام للشباب. خلينا نتكلم عن هذا الاهتمام ونتكلم بشكل عام عن هذا المنتدى. نعم طبعا، بداية اليوم الشباب الكويتي يشكل أكثر من 72% من المجتمع، وهذه نسبة تمثل أكثر من الثلثين. فاليوم هذا الكم من الشباب له عدة اهتمامات ومنها الفنون والإعلام. نعم. يمكن الهيئة العامة للشباب ركزت على أكثر من مجال، سواء الثقافي أو الفني أو الإعلامي أو غيرها من المجالات، لكن اليوم الإعلام يشكل خلينا نقول أولوية بالنسبة للهيئة العامة للشباب، بحكم أن الإعلام مرتبط في جوانب كثيرة، ويمكن في ظل التكنولوجيا وظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي التأثير الإعلامي على الشباب تأثير كبير. فاليوم من دور الهيئة العامة للشباب أنها تقدم بعض البرامج اللي تخدم هذا الجانب وتساعد في توعية الشباب الكويتي. نعم. فعلى سبيل المثال في الهيئة عندنا شبكة أخبار الشباب، وهي أول شبكة حكومية أطلقتها الهيئة العامة للشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. للوصول إلى هذه الشريحة. بالإضافة إلى هذا ويانا عدد من الفعاليات مثل أكاديمية الفنون والإعلام للشباب والمنتدى العلمي للفنون والإعلام واتجاهات المستقبل. نعم طبعا شبكة أخبار الشباب اللي هي الواي أن أن عدل. نعم، اللي هي اختصار ليوث نيوز نتورك واي أن أن. حلو، إذا بنتكلم على المنتدى واللي انطلق اليوم، أهمية هذا المنتدى وليش الهيئة العامة للشباب حريصة على إقامة هذا المنتدى في الكويت؟ نعم، طبعا هذا المنتدى اليوم يقام برعاية سامية وكريمة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبحضور افتتحنا اليوم بحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد ناصر الجبري. وهذه الفعالية أتت بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة عدد من الوفود العربية. فاليوم هذا البرنامج أحد برامج الخطة المشتركة الخليجية التي خرجت من وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعهم السابق في أبريل في سلطنة عمان. نعم. فكان من ضمن توصيات هذا الاجتماع أن يكون هناك عدد من المؤتمرات والملتقيات تنظمها الدول الخليجية وتستضيف فيها الشباب الخليجي لتبادل هذه الخبرات. فاليوم دولة الكويت أخذت على عاتقها استضافة الشباب الكويتي، الشباب العربي والشباب الخليجي وكذلك الشباب الكويتي في هذا المنتدى. نعم. وركزنا على جانب الفنون والإعلام لأهمية هذا الجانب. يعني منتدى مثل هذا المنتدى أكيد له أهداف معينة فيصل، ودنا نتكلم عن أهداف هذا المنتدى بشكل أكبر. نعم، بالدرجة الأولى يمكن يهدف المنتدى إلى خلينا نقول تبادل الخبرات بين الشباب الخليجي والشباب العربي، نقل التجارب الحديثة على مستوى الإعلام ومستوى الفنون. المنتدى بحد ذاته مساحة. نعم. للشباب بأنهم يقدمون آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المجال الإعلامي. بالإضافة إلى هذا هناك بعض الورش التدريبية وهناك بعض الجلسات الحوارية اللي متعلقة في مجال الفنون وكذلك متعلقة في مجال الإعلام. جميل، إذا بنتكلم على الجهات المشاركة في هذا المنتدى فيصل، في جهات سواء حكومية أو قطاع خاص مشاركة معكم في هذا المنتدى؟ نعم طبعا، المنتدى يقام بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى هذا وزارة الإعلام مشكورين وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. جميل جميل. ماذا عن الدول؟ في دول مشاركة بعد؟ نعم، نستضيف في هذا المنتدى 7 وفود شبابية، كل وفد مكون من 10 شباب، 5 من الإناث وخمسة من الذكور. الدول الخليجية 6، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقة. نعم، وهذا لأول مرة يقام هذا المنتدى. نعم، لأول مرة يقام مثل هذا المنتدى ومثل هذا التجمع. يمكن كان في تجمعات سابقة في سنة 2017 خصوصا. نعم. كانت الكويت تحتضن فعالية الكويت عاصمة الشباب العربي. فأقمنا عدد من الملتقيات لكن كانت على مستوى عربي ومتنوعة ولها تأثيرها ولها استفادتها سواء على مستوى الشباب الكويتي أو على مستوى الشباب المشاركين. اليوم إلى اليوم نلاحظ أن الشباب اللي شاركوا في فعاليات الكويت عاصمة الشباب متأثرين ومتفاعلين مع الوفود الأخرى. نعم. ومثل ما نقول شكلت شبكة علاقات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ما بينهم ونشوف
كل دولة وين وصلت في المجال. جميل. نعم أيضا يعني يتم من خلال هذا المنتدى ساعات يكون في اكتشاف حق المواهب أساسا يعني. طيب بالنسبة حق المحاور والنقاط اللي راح يتم يعني مناقشتها أو تداولها شنو هي؟ نعم هناك طبعا محورين أساسيين، هو المحور الإعلامي والمحور الفني. يندرج تحت المحور الإعلامي عدد من ورش والحلقات النقاشية، راح نناقش الإعلام والمسؤولية الاجتماعية، اتيكيت الإعلامي، شلون أن أنت كشاب بنفس الوقت إعلامي تمثل وتعكس صورة جميلة عن بلدك وصورة تمثل الأخلاقيات، شلون تكون إنسان في طرحك، شلون كذلك اليوم يعني يمكن أغلب الشباب سواء الكويتي أو العربي اليوم مرتبط في الجهاز التليفون والأجهزة الذكية هذه، وفي مفهوم كذلك في الإعلام هو الصحفي المواطن. فاليوم شلون أنت كشاب تكون مسؤول وتمثل بلدك وتعكس صورة بلدك بخير، يعني هذا المسؤولية الاجتماعية نقدر نتكلم عنها. إيه نعم المسؤولية الاجتماعية فيما يخص الإعلام. حلو، يعني أفهم من كلامك فيصل أنه هو للجميع، هل الدعوة عامة لجميع الشباب أن يحضرون هذا المنتدى؟ هو للأمانة الورش مخصصة للوفود المشاركة، ولكن في بعض الورش فيها دعوة عامة. راح يمكن غدا راح نناقش محور الإعلام الرياضي. نعم. وراح نستضيف تجربة مميزة وهي تجربة يعني حتى الإعلام الرياضي يعني تطرقتوا له. اي نعم هناك غدا ورشتين مخصصتين في هذا المجال، ومنها راح يكون تجربة دولة قطر في استضافة كأس العالم. راح يكون معنا الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة في كأس العالم في قطر السيد ناصر الخاطر، راح يتكلم عن تجربة قطر واستضافتها والتجهيزات والتحضيرات وغيرها من الأمور. بالإضافة إلى هذا عندنا الحلقة النقاشية الحوارية ما بين الأستاذة فاطمة حياة وهي أول عضو مجلس إدارة اتحاد كويتي لكرة القدم من فئة النساء، واليوم نفتخر فيها طبعًا. فمثل الأستاذة فاطمة ودنا أن احنا نعكس هذه التجربة أمام الدول العربية والخليجية المشاركة. كذلك ويانا اللاعب بشار عبدالله، اللاعب السابق بشار عبدالله، وعدد من الضيوف المهتمين في حلو. هذا المجال. حلو، يعني انت حين فيصل ذكرت لنا شيء مميز جدا بالنسبة حق الورش بالإعلام الرياضي، شنو المميز بعد، شنو في مميز مثلا من خلال هذه الورش بالجوانب الثانية؟ نعم في مجال الفنون راح نناقش تجربة المسرح الشبابي على مستوى الدول. يمكن اليوم في جميع الدول العربية وأغلبها خلينا نقول هناك إدارات مخصصة لمهرجانات مسرح الشباب العربي، وتختلف من دولة لدولة شلون يتعاطون ويتعاملون مع مسرح الشباب والمهرجانات هذه. فراح نتناقش في تجربة هذه. بالإضافة إلى هذا عندنا اليوم جلسة حوارية خاصة في مراكز التدريبية الفنية للهواة في مجال الفنون. فاليوم في عدد من الدول هناك هواة للفنون والمسرح وغيرها من الأمور المختصة في جانب الفنون. فاليوم راح نعكس هذه التجربة بالكويت. احنا اليوم عندنا أول أكاديمية حكومية تعني في مجال الفنون والإعلام وهي أكاديمية الفنون والإعلام للشباب أطلقتها الهيئة العامة للشباب. راح نعكس هذه التجربة أمام الوفود العربية والخليجية المشاركة. حلو، هذا اللي راح تعكسه الكويت للوفود. أيضا الوفود هل راح يطرحون بعض النقاط، كيفية مشاركتهم في هذا المنتدى؟ نعم طبعا معنا ضيوف من الدول العربية. نعم. معنا رئيس تحرير صحيفة الرؤية محمد الحمادي، أستاذ محمد الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك معنا الأستاذ هاني الغفيلي من المملكة العربية السعودية، وغيرهم من الضيوف أصحاب الخبرات والناس اللي خلينا نقول بالميدان. فهم ينقلون تجربتهم للشباب المشارك. حلو. وبالإضافة إلى هذا المنتدى يعتبر مساحة للوفود الشبابية بأنها بينها وبين بعض من خلال نقاشاتهم حواراتهم أنهم يتبادلون وجهات طبعًا. النظر ويتبادلون الآراء في هذا المجال. ودنا نتكلم عن حملة رسالة وفاء وحب لصاحب السمو من الأنشطة الرائعة اللي ترعاها الهيئة. نبي نتكلم دوركم بالأنشطة التطوعية. نعم طبعا حملة رسالة وفاء هي حملة تطوعية بحت. عدد من الفرق التطوعية جاءت إلى الهيئة العامة للشباب عندها فكرة لاستقبال صاحب السمو أمير البلاد بعد عودته بالسلامة إن شاء الله. فكانت هذه الفكرة أنهم يجمعون أكبر عدد من التواقي محملة في رسالة. نعم. إلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهذه الرسالة إن شاء الله راح تسلم له، وبإذن الله يقدرون المجاميع التطوعية اللي مشاركة أنها يوصلون لموسوعة جينيس بتحقيق أكبر عدد من التواقي. بداية المجاميع التطوعية كان عددهم 7. نعم. وصلوا إلى 20 في الوقت الحالي. 20 فريق تطوعي داشين في هذه الحملة.
ومستمرين إن شاء الله في جمع التواقيع، ويمكن شفناهم متواجدين في أكثر من مكان، سواء في المجمعات التجارية أو الجهات الحكومية أو المستشفيات أو غيرها من الأماكن اللي يكون فيها التردد عالي من الزوار. جميل. إذا بنتكلم المنتدى ينطلق اليوم، متى الختام راح يكون؟ نعم طبعا تستمر أعمال المنتدى من اليوم، افتتحنا اليوم وكذلك عقدنا عدد من الحلقات النقاشية. اليوم شنو كان، عن شنو الحلقات النقاشية؟ اليوم تكلمنا، استضفنا الأستاذ ماضي الخميس، تكلم عن تجربته في ملتقى الإعلام العربي. نعم. واليوم يتكلم كذلك عن أخلاقيات الإعلامي. جميل. والفرق ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث. بالإضافة إلى هذا كان معنا جلسة حوارية ما بين عدد من رؤساء التحرير في صحف خليجية، شاركوا تجربتهم، شارك كل رئيس تحرير صحيفة شنو الأساسيات وشنو القيم اللي تحلى فيها أو تحلى فيها خلينا نقول الصحيفة، شنو الضوابط اللي موجودة، شلون أنت تعكس مو أي خبر تقدر تنشره، وغيرها من الأمور التخصصية الخاصة في مجال الإعلام. بالإضافة إلى هذا أخذنا الوفود واصطحبناهم إلى زيارة لأكاديمية الفنون والإعلام للشباب. حلو. وراح يكون ختام اليوم مع عشاء للوفود المشاركة في أحد أبرز معالم دولة الكويت وهو مطعم أبراج الكويت. نعم. بالإضافة إلى هذا يستمر أعمال المنتدى لغاية يوم الخميس إن شاء الله، اللي راح يكون اليوم الختامي ونختم فيه ونودع ضيوفنا اللي مثل ما نقول ونكرر دائما أن هذه بلدهم الكويت، ونحاول أن احنا نعكس الصورة الإيجابية لقائدنا وقائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله وراه. نعم طبعا وصلنا معك الختام. فيصل حاب تقول كلمة أخيرة تفضل. نعم طبعا أول شيء اليوم وسائل الإعلام دوركم مهم ودور كبير في تسليط الضوء على الفعاليات اللي تقوم فيها الهيئة العامة للشباب أو غيرها من الجهات الحكومية أو المجامع التطوعية، فكل الشكر لكم على هذه الاستضافة وبرنامج المميز، مشكورين ومقصر. شكرا موفق. شكرا لك يا أخوي فيصل الدويهيس، أكيد راح نستمر معاكم مشاهدينا لكن من بعد هذا الفاصل.